اليوم كنتواجدوا بدوار الحرش، الدائرة الانتخابية الحرش التابعة لجماعة سيدي غالم، وبصفتي رئيس ديال الجماعة ديال سيدي غالم إقليم رحامنا ضروري باش نكونوا واجدين مع الساكنة، وهذا هو العمل اللي كتطلب منا الساكنة وهو القرب للمواطن. واليوم حنا كتواجدونا بواحد الوحدات طبية متنقلة خاصة طب النساء والأطفال المفاصيل. وبالمناسبة كنشكروا السيد العامل ديال إقليم رحامنا اللي عطينا كل الدعم ديالو باش نكونوا قراب للسياسة ديال سيدنا الله ينصرو، وهو القرب من المواطن والمشاكل ديالو. واليوم حنايا بواحد العدد ديال الجمعيات اللي بطبيعة الحال بالشراكة مع الجماعة ديال سيدي غالم، حنا اليوم كنوقفوا في هذا الورش هذا الإحساني. والحمد لله الناس الساكنة تلقاو هذا الخبر هذا بواحد الشغف كبير وفرحانين، لأن تقريبا كاين اللي ما عمرو شاف الطبيب كاع، كيمشي عند الطبيب ديال الحومة كيكتب ليه واحد الدواء وكيدير هذا. لقينا عدة مشاكل دابا وخاصة شي عمليات اللي خاصها تكون في أقرب وقت، والحمد لله وكنشكر هاد الناس هاد الأطباء هادو اللي تحملوا المتاعب ديال السفر وخاصة من الدار البيضاء ومن سلا، والله يجازيهم بخير. وشكرا لكم نتوما القسم الصحفي على هاد العمل اللي كتقوموا به، هاد العمل ديالكم الجبار. شكرا لمن ساهم في هاد الحملة الطبية، وكنتمناو إن شاء الله باش نعاودوها تكون مقر ديال الجماعة وتشمل جميع الساكنة ديال سيدي غالي. السلام عليكم. حنا جمعية تضحي للبيئة والتنمية، منظمين حنا درنا حملة طبية في هاد القرية اللي الناس هنا محتاجين للدعم ومحتاجين للعلاج ومحتاجين بزاف ديال الحوايج، وجينا باش نساعدهم إن شاء الله. بصفتي كرئيسة الخلية الطبية بجمعية نهضة الحي للبيئة والتنمية بسلام، كانت رأس هذه القافلة الطبية متعددة التخصصات اللي هي طبعا نشاط طبي مجاني تضامني مع ساكنة سيدي غانم بدوار الحرش إقليم رحامنا، اللي كتضم عدة تخصصات: طب القلب والشرايين، طب الأطفال، طب النساء، طب العيون، وحدة الاستماع والدعم النفسي، وكذلك الطب العام اللي كيشمل السكري والجهاز الهضمي والمفاصل بطبيعة الحال والروماتيزم. اللي لاحظنا ان كاين اقبال كثير على هاد القافلة، وجاو الناس بزاف سيرتو بالنسبة لطب الاطفال والعيون، طب الاطفال والعيون والقلب والشرايين. لقينا تفاوت كثير ديال هاد الناس هادو، وكاينه كذلك توفر هاد الحملة على صيدلية اللي كتوجد فيها الأدوية، اللي نتمنوا من الله يكونوا عن حسن ظن هاد الناس هادو، عن حسن ظن هاد الساكنة هادي، وتستافد كل الوفود اللي جاوا إن شاء الله يستافدوا. وكنشوفوا تضافر وجهودات السلطات المحلية والدرك الملكي والقيادة والناس ديال السلطة كلهم تضامنوا معنا. الساكنه كتميز بواحد الروح ديال النظام، والناس زعما كنشوفوا زعما كاين بغاو يجوا وكلشي باغي يدوز بواحد الجو اللي هو الحمد لله ما كاين لا فوضى لا شي حاجه، كلشي منظم كلشي زوين. ونتمنوا من الله كما قلت لك تكون ماشي البادره الاولى، وتعاود هاد الحملات على راس كل سنه او على راس كل 6 اشهر، لان هاد المنطقه شتها شويه بعيده على الوسط الحضاري. وتنتمنى من الله ما نوقفوش هنا، والمزيد نتمنى ان شاء الله للقدام. والسلام عليكم. بهاد المناسبه الجليله اللي تصادف 68 سنه على ذكرى العيد الاستقلال المجيد والذكرى 48 المسيره الخضراء، قمنا الحمد لله بشراكة مع جمعية مولاي أحمد للتنمية والتضامن وجمعية نهضة الحي الجمعية الطبية لنهضة الحي بسلا بقافلة طبية مجانية متعددة الاختصاصات، اللي استفدت منها حوالي 1600 مستفيد ومستفيدة. ولحسن الحظ صادفنا واحد الحالة اللي
نقلت على وجه السرعة للمستشفى الجهوي بمراكش من أجل العلاج، والحمد لله يعني كانت قافلة ناجحة بامتياز. ومن هذا المنبر كنبغي نشكر كل من ساهم من قريب أو بعيد في إنجاح هذه القافلة على رأسي من السلطة المحلية تحت عامل إقليم الرحامنة والقائد قيادة صخور الرحامنة اللي ضحى بالكثير الكثير الكثير من إنجاح هذه القافلة اللي وقف على قدم وساق من نهار اللي حتى اليوم الذي حتى للإخبار، وهو الحمد لله معنا مواكب معنا الأحداث ليومنا هذا. والمجهود كنشكره جزيل الشكر على المجهودات الجبارة اللي قام بها، وخا غادي نشكر ما يمكنش يغنم فيه الحق ديالو. والحمد لله وكنبغي نشكر جزيل الشكر صاحب دار الضيافة اللي استضفنا عنده في هاد الليلتين المباركتين باش نجحنا القافلة، وشركة اس تي جي جي تور للنقل بالرباط اللي قامت واحد المجهودات اللي دائما كتواكبنا في جميع الحملات ديالنا. والحمد لله ولا اي واحد يعني كنعتذرني ما ذكرش الاسامي ديالهم، يعجز اللسان عن التعبير، لان الحمد لله كيف ما كنقولها الحمد لله اليوم عندنا السنه هذه باش حنا كنشارو هذه القوافل الطبيه. والقافله الطبيه هذه هي القافله السادسه والسابعه كانت جراحيه بمدينه فاس في السنه الماضيه ما بين نوفمبر ديسمبر، اللي كانوا واكبوها اطباء جراحين لجراحه العيون وجراحه الباطنيه واستفدوا منها عدد كثير. وان شاء الله كنتمنى من الله عز وجل مستقبلا باننا غادي نخدموا مع البروفيسور رئيس قسم جراحه القلب والشرايين يوسف التومي على حمله طبيه لجراحه القلب والشرايين بجميع الاصناف ديالها. وحتى الحمد لله اللي موعدني باش غادي نخدموا على الناس ديال السرطان اللي كيتعالجوا بالكيماوي. وان شاء الله هذا ما باقي مازال عندنا يعني مخططات كثيره لاهداف كثيره اللي غادي نعاونوا بها الحمد لله بلادنا، وبطبيعه الحال تحت التوجيهات الساميه ديال سيدنا الله ينصرو. وكنبغي نهنئ سيدنا بهذا اليوم التاريخي اللي كيمسنا حنا كلنا كمغاربه، وكلنا يعني اللي عطى الكثير هذا الحدث عطى الكثير 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 لهذا البلاد السعيده. والله ينصر سيدنا والله يطول لنا في عمره والله يعجل ليه بالشفاء ان شاء الله يا ربي. كل شيء داز عندنا مزيانه يعني كل شيء طبوا الحمد لله كاينين كل شيء بخير وعلى خير. كل شيء داز عندنا مول القلب والمعدام والوساق والريام والعصام والطبيب عام كل شيء بخير وعلى خير. زدنا ناشطين كلنا عمال كريم والحمد لله فرحانين بهذا المجمع وفرحانين بهذا المجمع وفرحانين بالحكومه وفرحانين اصحاب الجامعه واصحاب الدوار وفرحانين زعما ما نعاودوش نهضروا. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.